في هذه اللحظات بيوصل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بصحبة طبعا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. وخلاص يعني أعتقد لحظات وهيبتدي هذا الافتتاح، وأكيد شيء أكثر من رائع. بيني وبينك يعني كده يا أستاذ عصام، تحس ناس كده يعني مجلس، تحس إنه مجلس قوي، مش ما رموز بص في الحقيقه. يعني هو يعني خليني برضو اصحح التعبير، يعني كل مجالس ادارات النادي الاهلي كلهم السابقين كانوا بيشتغلوا في صالح النادي الاهلي بكل جديه وكل حب واحترام يعني، لكن في الحقيقه المجلس الحالي بيقوم بمجهودات عظيمه يا استاذ عصام. ما هو ده النسق اللي يخليك تقول انه في يعني ايه زي لعبه الشطرنج على رقعه كبيره فيها الملك والوزير والطابيه والجندي والفيل والحصان وكذا. هي سميها كده. وبالتالي بص، دايما الناس تتحدث من نولي السلطه، هل اهل الثقه ام اهل الكفاءه؟ بنسبه كبيره جدا تصل لحاجه و90%، ودي حاجه كبيره قوي، اهل الجيل العظيم. رص بقى وانت جاي بقى. عايز اللقطه دي بقى، اللقطه دي مهمه جدا. رص بقى وانت جاي، رص وانت جاي وشوف يعني بقى كل حد طبعا فيهم. يعني خليني اقول لحضراتكم المشهد زي ما حضراتكم شايفينه دلوقتي في هذه اللحظات. الكابتن محمود الخطيب بيتوسط اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي، واعتقد ان هم بيتناولوا وجبه سويا يعني زي ما احنا شايفين. واضح انه اكل يعني العشاء بقى دلوقتي ولا العشاء كده. يعني حاجه بصراحه لقطه اكثر من رائعه. طبعا استاذ خالد الدرندلي عضو مجلس الاداره، اغلب العام من الاعضاء القدامى واضح يعني، وان هم حاطين ترابيزه اكل خاص بيهم، وده يعكس مدى التواصل والحب الواضح ما بين مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه. قول انت بقى، انا قلت لك في الاهلي يعني الاختيار على اساس ها من يفوز بحق ان يكفل حقوقه، يبقى وكيل عن الملاك. هم دلوقتي رايحين للملاك، شفتش بقى حد فيهم معدي كده بيتغندر ومالوش دعوه بالناس بيتداووا عليه؟ ايوه حضرتك انا مش فاضيين دلوقتي. لا مفيش النادي الاهلي كده. لا مش ده النادي الاهلي طبعا. احنا